التواصل يستمر واشواطنا في استمراريه وانطلاق ثالث اشواط صباحي هذا اليوم للفطامين. انطلق بحفظ الله ورعايته ليحمل ابكار الفطامين ال 1500 متر مع انطلاقه هذا الصباح. مشاهدينا الاعزاء نسير مع المركز الاول، ننطلق مع المقدمه صدمه ضاحي بن مبارك بن ضاحي يتقدم على المركز الاول في هذه اللحظات، بينما المركز الثاني تتقدم على ثاني المراكز. مشاهدينا الاعزاء هذه التماس ابراهيم بن سلطان الكعبي، بينما المركز الثالث ثالث المراكز بنشوف هنا مشاهدينا الاعزاء متابعين الكرام الانطلاق والتحدي والأثار الحاضر. شعارك يا ابو شهم هذه غازية. سلطان بن حميد بن العويسي يتقدم مع غازية نعم سلطان بن حميد بن حمد العويسي في المركز الثالث. هذه المراكز الأولى، نعود إلى المركز الأول والمقدمة اللي تقود الشوط من بدايته في هذا الانطلاق حتى هذه اللحظات وحتى هذا الانطلاق في هذا الاندفاع. اشوف الاثار الحاضره في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع. يا سلام ما شاء الله تبارك الله. التنافس الكعبي في المركز الثاني والمركز الاول 523 ولا عموما على كل حال في هذه الانطلاقات وهذه التحديات بنشوف اذا هي صدمه. ضاحي بن مبارك بن ضاحي 533 على ما اعتقد هذه هي اللي في المركز الاول. عموما على كل حال او عموما تهانينا والناموس لمالكها، بينما المركز الثاني ثاني المراكز مشاهدين الاعزاء اللي مع الكعبي اللي حلت في المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث لرامس بن محمد بن سلطان العويسي اللي هي عشاقه حلت في المركز الثالث. اما المركز الاول بعد التاكد هذه لعبد الله ولا محمد بن غدير بن سعيد بالويهي الدرعي. محمد بن غدير بن سعيد بالويهي الدرعي اذا هي 523 عموما على كل حال تهانينا لمالك على هذا الفوز او 23 لعبد الله بن سالم بن دلموش الاكتبي. هذه لعبد الله بن سالم بن دلموش الاكتبي، تهانينا له على الفوز والناموس.